الفجر إننا نهوى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى معتقلين أحرارا خلف القضبان معتقلين أجسادهم خلف الظل شامخة تحت التعذيب. نحن خرجنا في هذا اليوم للمطالبة بالمعتقلين والمعتقلات ونقول لمن قام بالهدن والمصالحات أين هؤلاء الذين قضوا في سجون الاحتلال أكثر من 4 أو 5 سنوات؟ نقول لكم أخرجوهم أولا ولتكن بادرة حسن نية وبعدها ليكن الهدن والمصالحات. خرجت اليوم مظاهرات عارمة في مدينة نوى طبعا في جمعة الحرية للمعتقلين، رفعوا لافتات كتب عليها الحرية للمعتقلين، لا مساومة على المعتقلين، لا هدنة بدون خروج المعتقلين. المعتقلين يناشدون منذ 6 سنوات يناشدون الأحرار أن يفكوا أسرهم. طبعا معتقلين هم أحرار خلف القضبان، أجسادهم شامخة تحت التعذيب ترفض الذل والهوان. قامت اليوم مظاهرة في مدينة نوى، المطلب الأساسي والأولي هو الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، ونطالب أيضا من المنظمات والجهات المعنية بالسعي الحثيث من أجل إخراج المعتقلين.